Ciao a tutti, come state? ازيكم عاملين ايه؟ معاكم شيماء نبيل مدرسة اللغة الإيطالية للمرحلة الإعدادية والثانوية في برنامج الحصة. النهاردة هنتكلم عن درس مهم جدا من دروس اللغة الإيطالية وهو I nomi in italiano أو I sostantivi in italiano، يعني الأسماء في اللغة الإيطالية. الاسم في اللغة الإيطالية بيكون إما maschile مذكر أو femminile مؤنث. الاسم المذكر بيكون إما singulare مفرد أو plurale جمع. نفس الكلام في الاسم المؤنث، بيكون إما singulare مفرد أو plurale جمع. القاعدة بتقول إن الأسماء اللي بتنتهي بحرف الأو بتعتبر مفرد مذكر، زي كلمة نونو جد بتنتهي بأو فهي مفرد مذكر. وكمان القاعدة بتقول إن الأسماء اللي بتنتهي بحرف الأ تعتبر أو تصنف مفرد مؤنث، زي كلمة نونا. نونا يعني جدة بتنتهي بأ مفرد مؤنث. كمان عندنا أسماء بتنتهي بحرف الأ، بعض من هذه الأسماء بتكون مفرد مذكر وبعض منها مفرد مؤنث وبعض منها جمع مؤنث. هنعرف إزاي نفرق إن الاسم اللي قدامي اللي بينتهي بأ ده كان مفرد ولا جمع، كان مذكر ولا مؤنث، عن طريق إن أنا أحفظه. ملهاش حل تاني، ده الحل الوحيد ليها، ان انا احفظ الكلمات اللي بتنتهي بايه. مش كل الكلمات اللي هحفظها، بس مع تكرار الكلمات ومع الشرح ومع الجمل الكتير اللي هنتعلمها مع بعض، هتثبت في دماغنا تصنيف الاسماء، وهنعرف اشهر الاسماء اللي بتنتهي بايه، ونعرف تصنيفها كان مذكر ولا مؤنث. عندنا مثلا الاسماء اللي بتنتهي بايه كمفرد مذكر، زي ستودنتي طالب. والاسماء اللي بتنتهي بايه وهي مفرد مؤنث، كلمة كلاسي فصل. تمام؟ دلوقتي عايزين نشوف الجمع، نجمع ازاي الاسم سواء كان مذكر او مؤنث. بالنسبة للاسم المذكر il nome maschile، لما باجي اجمعه عندنا الاسم المذكر بينتهي اما بأو زي ما احنا لسه قايلين او بأي. اما اجي اجمعه احول الحرف الاخير سواء كان او سواء كان اي، احوله لإي، زي كلمة نونو اللي لسه قايلينها. نونو يعني جد، لما اجي اجمعها احذف الاو واحط اي فتبقى نوني اجداد. بالنسبه للمفرد المؤنث اللي بينتهي با، لما باجي اجمعه بحول الا اللي في الاخر لاي، زي كلمه نونا بتنتهي با، احول الا لاي هتبقى نوني جدات. تمام؟ عندنا كمان مفرد مؤنث بينتهي باي، زي لسه قايلين كلمه كلاسي. في الحالة دي هنحول الـ A اللي في الآخر لـ E في الجمع، فجمع كلمة كلاسي هتبقى كلاسي فصول. دلوقتي هنشوف مع بعض أمثلة أكتر على المفرد والجمع بشرح أكتر في البرزنتيشن معانا. نبص مع بعض. I nomi in italiano بيتقسموا لحاجتين، إما maschile nome maschile مذكر أو femminile مؤنث. والمذكر بيكون إما singulare مفرد أو plurale جمع. الفيمينيلة بيكون إما singulare بيكون اسم مفرد أو plurale اسم جمع. يبقى احنا عندنا الاسم إما يكون maschile singulare مفرد مذكر أو maschile plurale جمع مذكر، أو femminile singulare مفرد مؤنث أو femminile plurale جمع مؤنث. تمام؟ طيب هنعرفهم ازاي بقى المذكر من المؤنث من الجمع من المفرد؟ نشوف كده مع بعض. اول حاجة I nomi maschili singulari، الاسماء المفرد المذكر مالهم؟ finiscono con la lettera O او con la lettera A، يعني الاسماء المفرد المذكر بنعرفها ان هي بتنتهي بالحرف O او بالحرف A. طب نشوف كده اسمبي، امثلة على الاسماء اللي بتنتهي بO. nonno جد، ماريتو زوج، راجاتسو ولد، ليبرو كتاب. تمام؟ نشوف كده إزامبي على الأسماء المفرد المذكر اللي آخرها إيه. ريستورانتي مطعم، كانالي قناة، ستودنتي طالب، بادري أب، سولي شمس، بايزي بلد، بروفيسوري معلم أو مدرس. تمام؟
كل دي أسماء مسكيلي ولكنها سينجولاري مفرد. طيب لو عايزين نجمعهم بنعمل إيه؟ أول حاجة الأسماء اللي بتنتهي بأو بنجمعها عن طريق إن إحنا نحول الأو لإي اللي في الآخر. مثلا نونو هتبقى نوني، ماريتو هتبقى ماريتي، راجاتسو هتبقى راجاتسي، ليبرو هتبقى ليبري، كتب. تمام؟ الأسماء اللي بتنتهي بأي نجمعها عن طريق إن إحنا نحول الأي اللي في الآخر لإي. ريستورانتي هتبقى ريستورانتي، كانالي هتبقى كانالي، ستودنتي هتبقى ستودنتي، بادري هتبقى بادري، سولي هتبقى سولي، بايزي هتبقى بايزي، بروفيسوري هتبقى بروفيسوري. تمام؟ معظم الأسماء اللي بتنتهي بأو بتكون مفرد مذكر، ماسكيلا سينجولاري، نحفظها. دلوقتي نشوف إينومي فيمينيلي سينجولاري، الأسماء المفرد المؤنث بنعرفها إزاي؟ فينيسكونو كون لا لترا أ بينتهوا بالحرف أ أو كون لا لترا إي أو بالحرف إي. نشوف كده إزامبي. أولا اللي بينتهوا بأ زي نونا، نونا يعني جدة، دونا، دونا يعني امرأة، راجاتسا، راجاتسا يعني بنت، بورتا، بورتا يعني باب. تمام؟ نشوف كده بقى أمثلة على الأسماء اللي بتنتهي بإيه؟ كلاسي يعني فصل، لتسيوني، لتسيوني يعني درس، مادري، مادري يعني أم، كابيتالي يعني عاصمة، ستاتسيوني محطة، تلفزيوني تلفزيون. دي مجموعة من الأسماء اللي بتنتهي بإيه وهي مفرد مؤنث. الأسماء اللي بتنتهي بإيه سواء كانت مذكر أو مؤنث تتحفظ، تتحفظ إن دوت خلاص نعرف إن كلمة كلاسة مثلا كلمة خلاص مؤنث، كلمة ستاتسيوني مؤنث وهكذا. ممكن الأسماء اللي بتنتهي بالنهاية تسيوني زي لتسيوني ستاتسيوني، النهاية دي الاسم بتاعها بيكون مؤنث. دلوقتي بقى نشوف جمع المؤنث بنجمعه ازاي. احنا قلنا المؤنث المفرد بيبقى اخره آ أو إيه. طيب لما نيجي نجمعه نجمعه ازاي؟ الأخر آ بنحول الآ لإيه، نونا، نونة، دونا، دونة، راجاتسا، راجاتسة، بورتا، بورتي. تمام؟ الأسماء اللي آخرها إيه بقى؟ بنجمعها ازاي؟ الاي بتتحول لاي، كلاسي هتبقى كلاسي، لتسيوني لتسيوني، مادري مادري، كابيتالي كابيتالي، ستاتسيوني ستاتسيوني، تلفزيوني تلفزيوني. نشوف كده ملخص للي احنا قلناه. اول حاجه ايه نومي اللي هو الاسم، الاسم ده ممكن يكون فيمينيلا او ماسكيلة. الفيمينيلة بينتهي إما بأ أو إي، الجمع بتاعهم الاسم الأخر أ هيبقى أخره إي، الاسم الأخر إي هيبقى أخره إي. تمام؟ نروح للماسكيلة، الاسم الماسكيلة بينتهي إما بأو أو إي، ده طبعا في المفرد. لما نيجي نجمعهم سواء أو أو إي النهاية بتبقى إي. تمام؟ بكده احنا خلصنا النهاردة إي نومي إن إيطاليانو. Ci vediamo, grazie.